دابا انا جيت وقالوا لي الرقم فلان فلاني جيت وريت عليهم ملي سولت الكونشيرج قال لي راه شي حاجه خرجت ديال الغاز وكاش موا خلقتهم تما. الله يديم بنادم خصهم يردوا البال هذا الشيء والله العظيم شي راه خطير كاس خطيره. اول حاجه اللي خطيره هي الغاز غاز والضوء. الغاز تسرب داخل شقة كما كتلاحظوا استنفار كبير في الوقاية المدنية داخل الشقة باش يعرفوا السبب وراء تسريب هذا الغاز. الغاز تسبب في وفاة عديد كبير من العائلات اللي كنلاحظوهم هنا. سمعنا وجاتنا الخبر ان العائلات بزاف اللي ماتوا بسبب تسرب الغاز. وكما كتلاحظوا الشقه اللي في المعارف راه تسرب فيها الغاز. راه الوقايه المدنيه كتباشر البحث ديالها باش تعرف فين كاين السبب تسرب الغاز. والله يدير شي تاو ديال الخير. الله يلطف بينا ويلطف جميع العائلات مع هذا الكونديه باش يقلب.